اراجوزار، وانتوا اللي هتشغلونا من ورا الستاره. بالظبط كده، اللي نقوله عليه اه يبقى اه، واللي نقوله عليه لا يبقى لا. نقول لكم نطوا تنطوا، نقول لكم ثابت يبقى ولا حركه وتقطعوا النفس خالص. خلاص يا معلم خلاص، دي اخر مره تتصرفوا فيها من دماغكم. ها اخر مره، واعملوا حسابكم انا عامل بكره حفله بمناسبه نجاح ابني في الاعداديه، ربنا يوفقه. بكره تيجوا بادبكم عشان هعرفكم بالناس الكبار. يا كتمر فيهم. من فضلك يا معلم بلاش الدخان ده يجي عليا، كفايه اللي جرالي المره اللي فاتت. بس احنا بصراحة بقى متعقدين من الصنف واللي بيشرب الصنف واللي بيبيعه كمان. حلوة دي، اش حال لو ما كنتوش انتوا بتوع الشنطة؟ شنطة؟ شنطة ايه؟ شنطة الكوكايين يا حلوة، شنطة الكوكايين اللي كان على وشها رشة الدولارات 6 مليون. ايوه بس استنى، الشنطة دي احنا لقيناها صدفة والتحقيق كمان طلعنا براءة. كلنا بنطلع براءة يا دنايا، الدار أمان ومفيش حد غريب. وزي ما انتوا تاجرتوا في الصنف احنا كمان بنتاجر في الصنف يا مؤاخذة. والمفروض ان اصحاب الكار الواحد يساندوا بعض. امال احنا كنا اخترناكم ليه دونا عن بقية المرشحين؟ مش عشان تقفوا جنبنا وتساعدونا لو لا قدر الله حد فينا وقع او فيص؟ شوف يا ابني، اهم حاجة في شغلتنا دي المبادئ، لازم تكون ثابت على المبدأ داي رجل كده. ها مستنيكوا بكرة، ما تتأخروش. في صحتك. احنا ايه اللي وقعنا الوقعة السودة دي؟ معقول نشتغل مع تجار مخدرات؟ لو اللي كان معاك المبادي. بس دول صرفوا علينا شيء وشويات، ما احنا كمان صرفنا كل اللي حالتنا، بقينا على الحديده. قصدك نسايرهم لغايه ما ننجح في الانتخابات؟ اه، وبعد ما نخش المجلس هناخد حصانه ونخلع منهم. ولا كده نبقى بنبيع نفسينا؟ ولا بنبيع نفسينا ولا حاجه، ما كل الناس بتبيع نفسها، حتى اللي هينتخبونا بايعين اصواته. اشمعنى احنا يعني؟ خلاص يبقى هنتكلم فيه. الزهر مفيش فايدة. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Ay. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. La jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. لن أهلاً أهلاً، كويس إن كنتوا جيتوا. وأنتوا عارفين رسمي واصل وصلحي؟ آه طبعاً، نوب يبرم. بس دول خصوم. وماله؟ حبيبتي دي سياسة، أنتوا لسه بدري عليكم قوي. اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا، خليكم للتاكس خالص. تعال تعال. هي بردت ولا علوا التكييف؟ اهلا اهلا بنوابنا المحترمين، اهلا بنايبتنا. صباح الفل يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مدام. صلاح ابني. صلاح ازيك يا صلاح؟ ازيك صلاح اهو ابني جنيه عسل. ما شفتش ابني انت؟ لا 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 تشوف عشان تبارك لي. ميزه ايوه ميزه ابني عدى
ما شاء الله جايب احلى نمر تاتش ولف. تاتش ولف اهلا ميزه. اهلا فين صلاح؟ تعال صلاح. صلاح وميزه المستقبل بتاعكم، انا فخور بيكم، فخور بيكم حقيقي. انت هتفضلوا واقفين كده؟ خشوا اختلطوا عيشوا. على اذنك ميزه، على اذنك صلاح. كل ده معمول عشان ميزة. ميزة صلاح هل زي الفل؟ ايه ده بقى؟ هما ملقوش غير الواد والبنت دول يقفوا وراهم؟ لانهم شاكين ان حد فينا اللي ورا دخول امين الملح السجن، عشان كده بيشتغلنا في الازرق. لا لا لا، دول عيال غوص ما يفهموش في اللعبه كويس. الجماعه حشرهم اصوات، ولو خدوا 900 صوت هنضطر للاعاده ومصاريف ووجع قلب. شوف بقى يا دكتور، العيال دي ديتها علقه سخنه قوي، عشان يتربوا ويبعدوا عننا. في دلوقتي اللي حاميهم واقف وراهم. يعني ايه؟ هنسكت لهم كده؟ لا طبعا، في مليون سكه وسكه. وفي ايه؟ يا سياسة حبيبتي لسه بدري عليك قوي، وبعدين عايزك كده ريتاكس. ها يلا نرقص مكالينا. ايه؟ مكالينا مكالينا. يلا نرقص مكالينا. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. ¡Ay! أنا جبتك النهاردة عشان أصفي الخلاف اللي بينك وبين رسمي بيه. أنا مفيش خلافات بيني وبين أي حد. شوف يا أستاذ بخيت، إحنا عارفين إنك أنت والأنسة عديلة صرفتوا كتير على الحملة الانتخابية بتاعتكم. خلينا واقعيين، تفتكر ان في احتمال ولو 1% تخشوا مجلس الشعب؟ على العموم احنا معادنا يوم الانتخابات، والخسران يقول للكسبان جود لك. احنا مستعدين ندفع لكم كل التكاليف اللي صرفتوها على الحمله بتاعتكم وزياده شويه، وتتنزلوا لنا. ايه يا دكتور؟ انت عايز تكافئهم علشان اتجرأهم ونزلوا قدامنا في الانتخابات؟ ما تخافش يا رسمي بيه، احنا مش للبيع. شوف يا استاذ بخيت، انت عارف كويس قوي ان محدش يقدر يكسبنا. عايز كام يا دكتور واصل؟ انا لو كان هتنازل حتى لو ما خدت صوتي، احنا ناس بتوع مبادئ. مبادئ ايه؟ ما سمعتش عنها قبل كده ولا ايه؟ 50,000 جنيه كل واحد فيكم. كويس. كام؟ 70,000. لا 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 يا دكتور، ده كتير قوي. 100,000 جنيه كل واحد فيكم، وده اخر كلام. معقول ده؟ ده يبقى اسمه فنان ده يا دكتور واصل. 100,000. 50,000 جنيه لكل واحد فيكم، والباقي بعد ما تتنازلوا. قلت ايه؟ شاور انا والاخت عديله، وربنا وفقنا لما فيه خير الوطن والعروبه والامه الاسلاميه، بل والانسان في كل مكان في اي وقت في اي حال من الاحوال. برضه كتير يا وصل.
ايه ده ايه ده؟ دول 100,000 جنيه من واصل ورسمي، ولما هنتنزل لهم هدفعوا لنا قدهم. انت الرزمه وانا الرزمه، انت الرزمه وانا الرزمه.